المصمم اللبناني إليف غالي، مساء الخير لك عبر ميوزك نيشن. مرسي، أهلا وسهلا فيكم لكم. اليوم حاضرين بإيفنت كتير مهم، وهو عرض هوت كوتور خاص فيك اليوم، تحديدا بفور سيزن هوتيل بيروت. خبرنا اليوم هيدي الألوان المميزة اللي أبدعت فيها، على شك أمام حضور فني إعلامي وأيضا اجتماعي ثقافي، كانوا كلهم حاضرين اليوم لمتابعة هيدا الهوت كوتور خاص فيك، والألوان عن جد مميزة ومبهرة. فخبرنا شو اللي قدمته مختلف عن باقي ما قدمته بمسيرتك المهنية ككل. اللي قدمته هلأ هو رجعة من بعد غيبة طويلة، حبيت أقدم هذه الكوليكشن من خلال شخصيات نسائية، ما أنه تام معين موجود، هو شخصيات كانت موجودة بحياتي وقدرت أني عملت هالكوليكشن من خلالها. إلي شو بعد هذا الإيفنت، شو عم تحضر جديد؟ خاصة أنك ما كنت موجود بلبنان صحيح لفترة طويلة ورجعت مؤخرا. لا، أنا كنت موجود بلبنان بس غيبتي كانت غيبة مش أنا اللي قررتها، هي غيبة كتبت لإلي يعني، وكتر خير الله تخطيتها وماشي الحال، وهلأ رجعت على الساحة إذا الله بريد. إلي بدنا منك تمنياتك أكيد للعام الجديد 2012 وأيضا الكريسماس تايم الأعياد المجيدة، شو بتحب تقول لكل مشاهديك عبر ميوزك نيشن تمنياتك أكيد بالعام الجديد؟ أول شيء أنا بشكر ربي أنه هديته كانت كتير كبيرة لإلي بهالمرحلة، لأنه بمرحلة عيد الميلاد ورأس السنة بتمنى لكل الناس الخير والسلام والفكر اللي عن جد نضيف، لأنه نحن صرنا بحاجة لهذا الشيء. بعيدهم بقول لهم إن شاء الله سنة 2012 بكون كلها خير وبركة، فيها نجاحات دائمة لكل الناس، لكل إنسان بيطمح بحي الله شيء بالحياة. تابعوا كل شيء بيختص بالجمال وبالموضة معي أنا إليف غالي عبر ميوزك نيشن، وكل عام أنتم بألف خير. الإعلامية ميراي مسرعاني حصري، مساء الخير لك عبر ميوزك نيشن. مساء الخير لك، أهلا وسهلا. هيدا أول لقاء يمكن لقلنا من خلال ميوزك نيشن وهيك لايف، واليوم مضيئة ومنورة بحفل إليف غالي تحديدا بفور سيزنز هوتيل بيروت. نعم، أهلا وسهلا فيكم، كلكم منورين. لا شك أنه ابتسامتك على طول رافقت كل مشاهدي كل المحطات اتنقلتي من خلالها، هالابتسامة اللي اتميزت فيها الإعلامية ميراي مزرعاني حصري، وانت اليوم موجودة ومستمرة بعد هالسنوات بمسيرتك الإعلامية. آخر برامجك اللي قدمتيها كان عبر شاشة MTV، وهي أكيد بتعتبريها بيتك مثل أي مؤسسة دخلتي إلى بيتها، وكانت بيتك الثاني أكيد. فخبرينا نشاطاتك المقبلة في برنامج مقبل عم بيتم التحضير له لعودتك، ورح يكون بعيد كليا عن النكات أو النكت تحديدا. لا خلص، النكت موضة مهضومة وما رأيت وحلوة وقطعناها، وحلو الإنسان يجرب كل شيء والإعلامي يجرب كل شيء. هلأ أكيد دخلنا بمرحلة جديدة، عم نحضر برامج ومنحضر سبيسياليت. لبنان يتذكر برنامج بالنسبة لإلي أنا يعني خطوة حلوة كتير، لأنه في ناس مبدعين كتار من لبنان ما حدا عم يذكرون، غابوا عنا، ولكن أعمالهم بعدها موجودة، بعدها بالبال وبصمة كبيرة، يعني حرام ما ينذكروا هالناس. عم نضوي عليهم، نضوي على حياتهم وقديش أثروا بالناس وقديش دخلوا على قلوب الناس. يعني عملنا سبيسيال فريال الكريم، مزبوط، وعملنا سبيسيال سلوى القطريب، وهلأ بصدد تحضير يعني طبعا بعد الأعياد. خلينا ندعي أستاذ توني تفضل لعنا، بس هيك بنكون يمكن عم ننفرد اليوم بجمع الإعلامة توني خليفة والإعلامية ميراي مزرعاني. أستاذ توني بسم الله عطولة، تفضل. هيدا حبيب القلب، بقول لي جوزي ليلة السبت بقول له يا عمي خلينا نظهر، خلينا، بقول لي في عمي في توني، بقول له مين توني؟ لك مين توني؟ بقول لي يا عمي توني خليفة، بقول له يا عمي قوم لنظهر. توني خليفة ما خلى حدا إلا ونصر. بلش هلا بلشين ينشروني هلا اليوم بلشين ينشروني. لا هيك اشاعات بسيطة. توني انت زميل ايضا لميراي، ميراي اللي تنقلت بين مؤسسات اعلامية كتير، وحضرتك ايضا ابن المؤسسة اللي انطلقت منها الـ LBC، اليوم حضرتك بالجديد وهي تحضر برنامج جديد ايضا عبر شاشة MTG المحطة الزميلة لإلكم، اعطينا رأيك بميراي اليوم كمان. ميراي استاذتنا يعني ما تكون موجود. لا يا دلي مش عم نكبرها بالعمر، بس ميراي ان كان بالإذاعة كانت الملهمة، وان كانت لا بإذاعة لبنان الحر بداية كانت الملهمة، لما راحت على التلفزيون صارت الملهمة، وعطول هي الملهمة. تسلم لي يا طول. يعني قدام بحضور ميراي نحن نعجز عن الكلام. ست ميراي رأيك كمان؟
ايه هلا عم كفي سبيسياليات، هلا عندي نويل وراس سنة وماشيين بلبنان يتذكر. الله راه حلوين هول، بتتذكر مبدعين، ما حدا عم بي ايه ليلك كلمة طمني كيف للنشر؟ منيح للنشر، ما عم بقول لك اليوم إيه؟ هلا عم لهم من الصبح ناشرين، عم بيوزعوا مساج برودكاست مسج. قولي بوصلني مساج لعارف شو عم بيصير. تم القبض علي ب شو عم تحكي؟ ايه متلبسا دعاره ومخدرات ببيتي وختموا لي بيتي بسم الله العظيم. يعني عن جد غريب جدا انه هالاشاعات كتراني استستوني. بحكيك الساعه 10 فينا. ليش تتاكدي؟ لا تنعمل مقابله تنفي هالموضوع. يعني وبعد يعني انا الاشاعات الشخصيه اللي بتتناولني بتمرق. خبرنا عن هاي المساله، انت تنفيها، انت بتنفيها؟ اكيد تنفيها قطعا، وهذا الشيء معيد. لا لا ما بنفيها ما بنفيها. عيب عيب عن جد، هيدي الامور صارت معيبه جدا. على كل الاشاعات توني تعرف تعرف مين حوار اليوم صرنا اعلاميين يحاوروا بعض. ليك توني على كل الاشاعه اساسها بالعلم النفس، اذا بتسال دكتور نبيل بيقول لك انه مرضى الناس اللي بيطلعوا الاشاعه، يعني في عندهم اكيد مرض اكيد. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ميرسي ميرسي. شكرا توني، شكرا. أكيد اليوم مثل ما عم بتقول نحن بحفل لإليف غالي. إليف غالي اسم بيرفع اسم لبنان عالي، هو مبدع لبناني أكين بعالم التبرج والميك أب أو بعالم الفاشن والديزاين. ونحن كجراحين تجميل بهمنا عطول الموضة حتى نعرف كيف بنا نعمل الأجسام، ولا كيف بنا ننحت بعض الأشياء بالأجسام حتى تتأقلم مع عالم الموضة. إليف غالي منتمنى له فعلا عودة تكون ناشطة وناجحة، لأنه إنسان بيستاهل للإبداع اللي عنده، هالموهبة الموجودة إنه يقدر ينميها ويغذيها، وبتمنى له العالمية الله راد. المخرج طوني أبو الياس، مساء الخير لك عبر ميوزك نيش. بونسوار، مساء الخير. حاضرين اليوم بحفل يقيمه الأستاذ إليف غالي تحديدا بالفور سيزن هوتيل. خبرنا اليوم أنت حاضر بهذا الحفل إلى جانب وجوه معروفة أيضا اجتماعية فنية وإعلامية، واشتقنا لك كمان أيضا على الساحة الإخراجية بعالم الفيديو كليب. مرسي، أنا أشتقت لكم. أستاذ طوني، آخر كليباتك المصورة كانت للمخرجة مدامتك ميرنا خياط أبو الياس، كان إخراج كليب لسلطان الطرب جورج الصوف بيحمل عنوان بيحسدوني. خبرنا شو نشاطاتك المرتقبة وشو الكليبات اللي عم تحضر لها بالقريب العاجل؟ هلا في كذا كليب عم يشتغلوا، هلا في كليب تاني لأبو وديع إن شاء الله قريبا ببلش يطلع. أنا كتير برا عم نعمل عم ببرامج. لا سوري، أغنية ذكريات من نصيب كمين اشتغلها هلا. ذكريات وحسوني خلصت ذكريات، يعني قريبا بلشنا نحضرها يعني، وعم اشتغل كذا شغلة يعني، عنا برامج وأفلام عم نشتغلها قريبا يعني، بلشوا شوي واحد ولا تاني. عندك فيلم سينمائي مرتقب؟ ايه يعني عم نحضر، صار لي فترة عم نشتغل على كذا فيلم. أكيد لبنان. أكيد. في أي شيء بدك تفصح عنه لأول مرة عبر ميوزك؟ ما في شيء يعني، بس يكون كل شيء حاضر، انه مجموعه اكثر ما فيني احكي غير ما يكون كل شيء صار على الاخر.
ميرنا خيات ابو الياس، مساء الخير عليك عبر ميوزك نيشن دوت ام اي. بونسوار ميوزك نيشن، بونسوار لكل اللي عم يشوفونا ويستمعوا الينا. ميرنا، بعيدا اليوم عن اجواء الهوت كوتشير اللي قدمه اليف غالي، نحن اليوم بفور سيزن اوتيل اكيد، وحضرت التصاميم اللي قدمها الي، ولا شك انه هي جدا مميزه. نحن اليوم رح نطرح معك بعض المواضيع، وخاصه كليبك الاخير اللي اخرجتيه لسلطان الطرا وجورج الصوف، حمل عنوان بيحسدوني. الكليب تزامن ايضا مع فتره عصيبه مرتي سلطان الطرا وتعافى منها، واليوم الحمد لله يتماسل الى الشفاء. فخبرينا هذا الكليب قد ايه اخذ معك جهد، وخاصه بعد فتره طويله عن تصوير الكليبات، رجعت اليوم بكليب للوسوف وكليب ايضا جديد للنجمه امل حجازي. يعني بتعرف انا كنت بفتره شوي مبتعده، لانه انا صار عندي بيبي ثالث، فبهالفتره كنت شوي مريحه، ورجعت على الساحه اذا بدك مع كليب جورج وسوف من بعد غياب اذا بدك لفتره. مثل ما قلت حضرتك الكليب تزامن، ما كانت الشغله مقصوده ابدا. حبينا انه نصور جورج وقتها بيقول بيحسدوني لما بضحك، حبينا نفرجيه على طبيعته بعيد عن التمثيل، بعيد عن كلمه اكشن يلا هلا بدك تأدي دورك، كان عم بتصرف على طبيعته بالكليب. فما كان التخطيط ابدا انه هالشيء، يعني الشيء اللي صار معه ما كان ابدا بالحسبان. وقتها اجت الشيء اللي صار مع جورج وسوف، فكرت العالم انه هذا الشيء كان متزامن مع الكليب، ولكن كان ابدا اجى عفوي. واذا بدك لاول مره العالم بتشوف جورج وسوف على طبيعته، اللي بيعرفوه قراب منه بيعرفوا انه هو هيك، هي هي الضحكه تبعه له، هيدي هي الابتسامه، هيك على سجيته يعني. وبهالطريقه صورت الكليب، وهيك هذا كان مقصود يعني. كليب جديد ايضا بيحمل عنوان ذكريات، عم تحضري له هلا، هيك عرفنا من طوني ابو الياس من شوي. فخبرينا، نحن عرفنا سابقا انه كان كميل في تفاوض بين كميل طانيوس، وبخلال حديث لي مع كميل زميلك ايضا بالاخراج، كان عرفت انه في تفاوض باول لتصوير اول كليب بيجمع كميل وسوف. فالكليب تغير لصالحك اليوم بعد اول تجربه ناجحه جدا بيحسدوني لتصوري ذكريات هلا قريبا. هلا انت عم تخبرني هول المعلومات، ما كان معي خبر فيهم. هو بالحقيقه نحن وقت كنا عم نصور بيحسدوني، كان عندنا اول جمعه تصوير بيحسدوني، والجمعه دغري اللي وراها تصوير ذكريات، يعني كانوا الكليبين رح يتصوروا بذات الوقت. ولكن بوقتها جورج وسوف راح على سوريا، ما كان عنده وقت انه يصور، قالنا من بعد ما ارجع بصور ذكريات. فهي المعلومه جديده علي، ما بعرف فيها ابدا. بعدين بالنهايه كان كميل او نحن بالنهايه، انه المهم نطلع نحن جورج بصوره حلوه، وهذا هي اللي هو الاهم.